کاتی پیش کیمیا بارانەکە هەر ئەوانم بە بیریە کە یەکەم جار کیمیایی نەبوو یەکەم جار شش چوار پێنج ڕۆژ قەسف بوو قەس بکرا ئیتر ناڵە ناڵێکی زۆر زۆر ناخۆشی هەبوو ئەو ئێمە لە ژێرزەمین نابووین ئەو ماڵی کە لە ژێرزەمینەکەیان نابووین دەنگیایەوە ئەم منە ها کە وەختی ساروخی تی ئەگرتین هسه حاليا شوف حلبشه وشوف وشوف بعين واحد حكومه اقليم كردستان خلينا في المحل. اول ما جابوا تقريبا اربع نفرات خمس نفرات اعرف بانه هذا اختي أواس وهذا أخوي السرياس ده أشوفهم يعتادي هذا أخوي وأختي وهذا جدي وهذا جابوا مرايا ملابس أعرف أمي هذا أمي طفلة بحضن السلام ورحمة الله. الوجاهية العلنية. نعم. شكيت المحكمة بكامل هيئتها وبحضور هيئة الإدعاء. واللي ما تجينا النسخ زور دلم خوش بك صدام جيرة حزيش مكردوا خم برم بداني خم قشتي ليك بما چونك صدام هو كاركي من بوكا دايك مخشكا كان ميتيا چو دکی میای که صدام ها کاره کی بود زور زورم پی خوش بود او روزشی که وطیان محکمیتی هر حزم کرد ولو محکمه یابم زور زوریشم پی خوش بود اعدام کرد تاکید سنه بایه تا و بو سگیج بجیه کرد و دوی آگر آم بدلوش و من عجز کرد چاکنو سندر ده کربانیم دعوت کرد بود مرحبایی ویل گریانو کرهیم والله ومزاني دنيا زور زور خوش بي وع زور زور خوش بي بس حيت خوش نبو هم روجي براكو جيو شرو اما كي وعزم خلقيتي هر بياني خلصي با خبري كي ناخوش و فرقي چي بابو خوش نبي بو خلقي كي هريم بي بو شويني كي كبي بو عراق بي بو حرب يعني زور زور ناخوش خفت توش خفتي بيه خويت Thank you.
أولا الصراع السياسي بين الأحزاب والصراع الأقليمي بين الصراع الأقليمي، وثانيا الصراع داخل العراق وأقليم كردستان، والصراع العائلي داخل الأحزاب السياسية. هذني كل السبب الرئيسي اللي شوف ايش قد الناس عافوا كردستان. إذا تفطر وتلقي إحصائية ايش قد ناس هسه موجود داخل كردستان، هل قد عاف الكردستان وراح للخارج؟ يريد يعيش الناس، يريد يعيش. تلفزيون رياقا سلام لو عمك طلع حية من المقبرة، وراها من قتل الحية طلع آلاف الحية، الكل ياخذ، الكل ياخذ، يبوك من قوت الشعب العراقي. فالناس إذا تشوف بالعراق ما مرتاحة بهاي الوضعية. ثاني قوي جاي بس